بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين ومتتبعين، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سنتعرف فيه على طريقة مميزة لحماية ملفاتنا من الفيروسات، وذلك باستعمال برنامج الوينرار. يتساءل البعض كيف ذلك؟ نعم، فرغم صغر حجم هذا البرنامج إلا أنه يحمل العديد من المزايا، وسنتطرق اليوم على ميزة الحماية من الفيروسات. تابعوا معي الشرح. أولا نقوم بتحميل البرنامج، ستجدون الرابط أسفل الفيديو. بعد التحميل نقوم بتثبيت البرنامج على حاسوبنا. بعد التثبيت سيأتي دور الحماية. نختار برامج أو ملفات التي لا نريد فقدانها أو تخربها إذا أصيب حاسوبنا بفيروس. المهم، بعد اختيارنا للبرامج والملفات نقوم بتجميعها في مكان واحد. بعد ذلك نقوم بتظليلها بالزر الأيمن للفأرة. بعدها نختار أجوتي ألارشيف ثم ديفينيغ مود دو باس. نختار كلمة السر التي نشاء. بعد وضعنا لكلمة السر نذهب إلى كومنتار، ثم نذهب إلى خانة سيزيغ لو كومنتار مانيال مو. نقوم بكتابة كلمة السر لتظهر على الأرشيف الذي نقوم بوضع ملفاتنا فيه، وستفهمون ذلك بعد قليل. بعدها ندخل للأرشيف المحمي ضد الفيروسات. كما تلاحظون هنا ستظهر لكم كلمة السر التي قمتم بكتابتها في الكومنتار. لو أردنا الدخول إلى أي ملف أو برنامج بالأرشيف، نلاحظ أنه يطلب منا إدخال كلمة السر للدخول، وهذا ما سيحصل مع الفيروس لو أراد الدخول إلى هذا الأرشيف وتخريب ما فيه. إلى هنا أعزائنا المشاهدين، انتهى درسنا لنهار اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إذا أعجبتكم الطريقة اتركوا ردا، قوموا بنشر هذا الفيديو، ولا تنسوا عمل الاشتراك بالقناة. اهتمامكم يشجعنا لنقدم الأفضل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مع درس جديد بإذن الله.